أشار مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بتعز مصطفى الأديمي إلى أنه خلال عام 2023 تم إحالة 300 قضية مخالفة أغلبها أفران، جاء ذلك خلال النزول الميداني الدوري للمخابز والأفران لمتابعة الوزن والأسعار. تواصل الحملة الميدانية المستمرة في الأسواق، تم نزولنا اليوم إلى بعض محلات الأفران ومتابعة الوزن، وزن الرغيف والروتي حسب التسعير المقررة 50 جرام 50 ريال. طبعا عام 2023 كان هناك أكثر من 1000 مخالفة مضبوطة، تم إحالة حوالي 300 مخالفة للنيابة، وأغلب المخالفات هي أفران. تتضمن أيضا زيارتنا للأسواق لحصر المخزون السلعي. مكتب الصناعة والتجارة يعمل جاهدا وبشكل دوري بنزولات مفاجئة لتتبع الأفران والأوزان فيها، مما يضمن الالتزام بالوزن المقرر والسعر اللي يصل للمواطن بوزنه المقرر من وزارة الصناعة والتجارة. بناء على توجيهات المدير العام الأستاذ مصطفى الأديمي، قمنا بزيارة ميدانية إلى أفران مدينة تعز، وتم عمل محاضر ضبط قضائية بالمخالفين، وسوف يتم إحالتهم إلى النيابة. الذي هو مخالف ناقص وزنه على 40 جرام يتم إحالته للنيابة العامة. ضمن الزيارات المتتالية التي يقوم بها مكتب الصناعة والتجارة المفاجئة للأفران وأيضا للأسواق لمعرفة الأسعار المتنامية حتى يضبط الأسعار في الأسواق.